برافو، شكرا لك حبيبتي. عن جد عزفي كتير حلو. كتير حلو حبيبتي. وانتي شو رأيك بعزفي مدموزيل؟ بالنسبة لصبية مو متدربة على المعزوفة ولا مرة، كتير حلو. رأي المدموزيل مهم. ميرسي إنعام خانو. عن إذنكم أنا بدي روح. سمر ممكن تجي شوي؟ على أساس نحكي بموضوع قلتي لي بعد الأكل. طيب. نهال شكرا لك مرة تانية. العفو فيروز خانو. خلونا نطلع لفوق، شو رأيكم؟ ايه، وأنا كمان بدي ألعب على الكمبيوتر. أنت ما بتمل أبدا؟ في عندي ألعاب كتير حلوة. عن جد حبيبي؟ أنا بدي أروح على المطبخ شوي. شوفي ما في شي. ماما شو بدك مني؟ بكفي. لا تخافي، بدي أحكي معك مشان مصلحتك. بس أنا مليت من الكلام الفاضي تبعك. هلأ رح أثبت لك إنه كلامي ماله فاضي بنوب. كم مرة قلت لك ديري بالك من لميس خانم، بس أنت ما كنت تردي علي، مو هيك؟ هذا هو الموضوع؟ أنا بعرف ليش دافعتي عنا، بس منشان تجاكريني، مو هيك؟ بكفي ماما. هاتي لشوف شو هات. لحتى تصدقي إنه كلامي مزبوط، شوفي بعينك شو مكتوب هون. عدنان بيك، مستحيل ضل بهذا البيت بعد اليوم. من أول يوم دخلت فيه على هالبيت حبيتك كتير، كان بيكفيني ضل عايشة حدك. شو؟ رسالة حب من المادموزيل لعدنان بيك. كنت دائماً عم استنى اليوم يلي تحس فيه بمشاعري إلها. بعرف حالي مستحيل أقدر أتحمل شوفك مع أي وحدة تانية غيري، وماني موافقة تاخد مكان المرحومة إنساني ما بتتحمل مسؤولية تربي الولاد يلي أمهم حطتهم أماني برقبتي وعشت حياتي عم ربيهم كأنهم ولادي. واليوم لما طلبت مني أحكي مع نهان حسيت بحب كبير جوات عيونك مستحيل أقدر أوصفه، وعرفت إنه أملي انتهى تمام. أنتي ليش واقفة هون؟ قلت بلكي فيروز خانم بدها شي. فوتي على المطبخ وهي بتنادي لك. شفتي طلعت بتحبه كل هالسنين، صبورة مو هيك؟ ولسه عم تصبر وعم تستنى اليوم اللي رح تاخده منك. كانت بتضله ما عندها أمل على أساس عم تتحجج بالولاد لأنه لسه هون صغار بدهم مين يربيهم. وقالت تتمنى تصير أمهم عن جد، وعدنان مصدق إنه هي بتحبهم، ما بيعرف إنه هالشي مشان تتقرب منه. وانتي ما بتعرفي لانك مشغولة بامور تانية لدرجة انه المرأة عم تحاول تاخد جوزك منك وانتي ما عم تحسي بشي، او يمكن عم تشوفي انه هالشي لصالحك. من وين جبتيها؟ انا خليتهم يصوروها مشان لميس ما تحس بشي. والله معذبة حالك. شو بده يعرفني انه مو انتي اللي كاتبتيها؟ حبيبتي مالك مصدقة مو هيك؟ الحق معك، وانا ما صدقت كمان. ما جاوبتي على سؤالي وين لقيتيها. ليش بهمك تعرفي؟ خليتي كاتيا تفوت على غرفة المدموزيل، ما هيك؟ انت كيف تعملي هيك؟ عم تتصرفي وكأنه هاد البيت بيتك. مين سمح لك تفتشي ببيتي؟ ما عم بقدر اتوقع تصرفاتك ماما، عن جد بلشت اقرف منك. شو بدك فيني؟ وهلأ بعد ما عرفتي المادموزيل على حقيقتها شو رح تساوي معها؟ ما بعرف، بس الأكيد ما رح ساوي اللي عم تفكري فيه. طالما المادموزيل رح تاخد عدنان منك، انت شو رح تستفيدي إذا شقيتي الرسالة يا غبية؟ Thank you.
سمر خلصت الحفلة؟ ايه الكل فوق ما عدا ماما. تصبحوا على خير. وانت من اهله لا تنسى اللي قلت لك اياه. لا تشغل بالك ما راح انسى. الله يكون بعونه. شو حكيتوا؟ تصوري قال ندمان. انا بدي نام. يلا تصبحوا على خير. عم تخليكي معنا شوي حبيبي. انت تاخرت وصار لازم تروح تنام. اه وين كنت لهلا عدنان؟ كنت عم بحكي مع مهند. اه فهمت. انا بدي روح نام. تصبحوا على خير. وانت من اهله وانا رايح نام لانه بكره الصبح مسافر. يلا يا اولاد قوموا مشان توضعوا ابوكم. يعني لو ما بتذكركم المدموازيل ما كنتوا رح تودعوا. انا قلت بيودعوا هون لعدنان بيك احسن ما يفيقوا الصبح. هيك قصدي. في توجيهات إلك ما عم بتكون حلوة. لا بالعكس. تصبح على خير بابا. تروح وترجع بالسلامة. سلم لي على الوزير. الله يسلمك. تصبحوا على خير. شوفي بابا انتوا متزعلين شي؟ لا حبيبتي مين قال هالشي؟ انا هيك شايفه. انا بدي اروح. تصبحوا على خير. وانت من اهله. وانت من اهله. بلكي بشوفك الصبح قبل ما تسافر. بدي روح بكير. حاكيني بس توصل. ماشي. تصبحي على خير حبيبتي. وانت من أهله. شوفي سمر ليش حكيتي هيك مع لميس خانم؟ كيف؟ في شي مشكلة؟ لا ما في شي بس ما بحب تتدخل بهي الأمور. يعني صار لازم إنه لميس تترك هالبيت. لا تتطلع فيني هيك. هذا مو بس رأيي أنا وسمر كمان هيك عم تفكر. حبيبي بضب لك أغراضك بالشنطة؟ ضبي هون.